استعرضت مؤسسة حياة كريمة جهودها في مواجهة التغيرات المناخية. من أبرز هذه الجهود استخدام معايير المباني الخضراء في إنشاء مشروعاتها لتطوير الريف المصري. من 2019 لما أعلننا عن المشروع القومي حياة كريمة، كان الأساس هو إطلاق مبادرة تستهدف تطوير قرى الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً. لكننا اصطدمنا بمواجهة أثار تغير المناخ وتهديدها لحقوق الإنسان. وقتها رعينا تخطيط المبادرة على أسس هدفها تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بشكل يتكامل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وخلال 5 سنين بنستهدف تطوير حوالي 4584 قرية باستثمارات 800 مليار جنيه. وفرنا سكن كريم لكل أهالينا في القرى المستهدفة. كل مشروع بيتبني كان بيتخطط وفقاً لمعايير المباني الخضراء. نورنا المباني والشوارع بالطاقة الشمسية المتجددة. ركزنا على تطوير الزراعة وطبقنا أنظمة الري الحديث. حققنا إنجاز كبير في مشاريع تبطين الترع. أنشأنا محطات توصيل المياه الصالحة للشرب ومحطات معالجة ثلاثية للصرف الصحي. حافظنا على البيئة بزراعة أشجار تساعد في تنقية الهواء. ووصلنا الغاز الطبيعي للمنازل. أطلقنا محطات لمعالجة النفايات. والأول مرة بيتم تزويد القرى بشبكات ألياف بصرية. وعلى مدار 3 سنين وصلنا لنسب تنفيذ أكتر من 90% لمشروعات المدارس، المجمعات الحكومية، المجمعات الزراعية، تطوير الوحدات الصحية وتوصيل وصلات مياه الشرب. ومشروعات وصلنا لأكتر من 50% من تنفيذها زي وحدات الإسعاف، كباري الري، الصرف الصحي، الوصلات المنزلية ومحطات المية وتبطين الترع. أخطار تغير المناخ هتأثر علينا كلنا، وباتحادنا هنقدر ننقل فلسفة حياة كريمة للعالم كله.